لكل لبناني عايش بالخارج، اليوم صار حقك مثل اللبناني بالداخل تعبر عن رأيك يلي انحرمت منه بالسابق وتشارك بالانتخابات النيابية بوطنك لبنان. لأول مرة هيدا الحق صار فيك تمارسه وتكرسه لنحصل سوا حقوق تانية. ما تفوت هالفرصة، كل اللي عليك تعمله أنك تتسجل قبل 20 تشرين الثاني. القصة صارت كتير سهلة، وين ما كنت بالعالم صار فيك تتسجل، ونحنا منقرب منك لتنتخب. انتخب مثل ما بدك، المهم أنك تنتخب، وهيك بيصير فيك تحقق حلمك ببلدك وترجع له. كل لبناني يخبر كل لبناني بيعرفه أنه يتسجل لصوته برا يوصل للبنان، لأنه صوتك واصل.